للمزيد من التحليل ينضم إلينا من القاهرة لواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري السابق. أهلا بك دكتور إبراهيم. سيادة اللواء، كيف يمكن النظر إلى خطوة انسحاب اليونيفيل من موقع مهم من مواقعها في الجنوب اللبناني؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد وبالسادة المشاهدين. في البداية عايز أقول نقطة على الصحفيين وبعدين أتكلم على اليونيفيل، إن استهداف الصحفيين النهاردة بيعكس نجاحهم في توثيق جرائم إسرائيل. معنى أن إسرائيل تعلم تماما أن الصحافة رسالة، ورسالة قوية، ورسالة لها مصداقية وشفافية، إلا أنها استهدفت الصحفيين. فبداية بنقدم التعازي لأسر الشهداء الصحفيين الثلاثة اللي استشهدوا النهاردة، بالإضافة للستة اللي قبل كده في لبنان، بالإضافة للمئتين صحفي عامة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وندعو للمصابين بالشفاء العاجل، ومنهم طاقم القاهرة الإخبارية، لأن إسرائيل تعلم تماما أن الصحافة تجمع وتحلل وتحقق من مصداقية الأخبار وتقدمها للجمهور بشفافية بالشكل اللي بيتناسب مع المشاهدين. فالصحفي ده يعتبر جندي في الميدان، بجانب أن الصحافة فن وحرفة، فهي رسالة قوية للصحفيين وهيثبتوا على وضعهم ويكملوا بإذن الله. فالصحافة دائما بين الرسالة والمهنية. أما قوات اليونيفيل انسحبت النهاردة من أول موقع تنسحب منه مؤقت مضطرة، إلا أن قوات اليونيفيل منذ الحرب البرية من 1 أكتوبر وحتى الآن لم تنسحب من أي موقع. وأمين عام الأمم المتحدة بنفسه أعلن لن ننسحب، رغم أن نتنياهو طلب منه عودة قوات اليونيفيل من 3-5 كيلو للشمال بعدا عن مناطق الصراع، إلا أنهم أصروا على التواجد في المنطقة، وبالفعل لم يغادروا مناطقهم ومعهم قوات من الجيش اللبناني. يعني اليوم انسحابهم من الظاهرة أن القصف مكثف على هذه المنطقة، ولكني أعتقد أنهم سيعودون إلى أماكنهم، وأن جميع الدول التي تشترك في قوات اليونيفيل أبدت أن هذا الموضوع لا يتناسب مع عمل قوات دولية، ولا يتناسب مع قيام دولة نظامية بهذا العمل مثل ما تفعله إسرائيل في القوات الدولية، ليس في القوات الدولية في لبنان فقط، ولكن في الأونروا في غزة أيضا، وفي الضفة، وفي المجال الصحي الكامل سواء في غزة أو الضفة أو لبنان، لدرجة إن هي بتستهدف عربيات الإسعاف، عربات الإسعاف نفسها اللي بتشيل المصابين. فهذا عمل اليوم بتاع قوات اليونيفيل أعتقد إن ستعود إلى مواقعها مرة أخرى. طيب، سيادة اللواء، هناك سؤال مهم في هذه النقطة. في البداية طلبت إسرائيل من هذه القوات الانسحاب حتى تعمل بحرية في جنوب لبنان. رفضت هذه القوات أوامر الانسحاب الإسرائيلية. اليوم تقوم بقصف واستهداف هذه المواقع لتجبر هذه القوات على الانسحاب، ربما تتسع الدائرة من موقع إلى موقع آخر. خطورة انسحاب هذه القوات الأممية وهي قوات مكلفة بالمراقبة والمتابعة في هذه المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، ماذا لو انسحبت هذه القوات من مواقعها؟ ما الذي تريده إسرائيل من انسحابها أيضا؟ إسرائيل تريد نفس العمل الذي تقوم به مع الصحفيين، لأن قوات اليونيفيل هي نفس تصور وتؤكد وترسل تقارير دورية إلى الأمم المتحدة بما يحدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي. فالهدف هو هدف واحد سواء للصحفيين أو القوات الدولية، وهو إبعادهم عن مناطق القتال، وهو عمل نفسي لتخويفهم والابتعاد عن المناطق لمنع توثيق جرائم الحرب التي يرتكبها
الجيش الإسرائيلي، وقد يكون هناك تنامي في تلك المنطقة الليلة أو الليلة السابقة أو الليلة القادمة في جرائم الحرب في هذه المناطق. فتحاول قوات الاحتلال إبعاد القوات الدولية وإبعاد الصحفيين عن الأعمال الجارية وعن الأعمال القادمة مستقبلا في هذه المناطق. طيب، البعض يتحدث أن ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه المواقع التابعة لليونيفيل ليقوم بإدارة العمليات في جنوب لبنان أو يتخذها كمراكز له في الجنوب للقيام بتدعيم العملية البرية التي تجري في الجنوب. طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهاجم بالخمس فرق حاليا بالمواجهة الكاملة، وهذا تغير في التكتيك عند القوات الإسرائيلية إنه بيهاجم بالمواجهة كاملة، وما يقابله من مباني أو مواقع يدمرها، سواء كانت قوات دولية أو كانت مواقع تابعة سابقا لحزب الله، فهو يتحرك ببطء شديد وضعف شديد جدا 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 وبتكتيك مخالف، ويزيل كل ما أمامه. فإذا جاء أمامه أي موقع للقوات الدولية هيشيله، وعامة القوات الدولية كلها متواجدة على الخط الأزرق اللي هو خط الحدود اللي هو ما تقاتل به الخمس فرق الإسرائيلية الحالية. فهو يريد أن تزول جميع مواقع قوات اليونيفيل أيا كان سيستخدمها أو لا يستخدمها، لأنها مواقع عادية. قوات اليونيفيل بتتواجد على مناطق ظاهرة وليس كما يفعل حزب الله مواقع مخفية أو مواقع ساترة أو مواقع يستطيع أن يقاتل منها، بل بالعكس هي بتعمل في النور. دي قوات حفظ سلام في المنطقة، فتعمل في النور وبشفافية وظهور للجميع، وعرباتها باللون الأبيض ويرتدوا البريه اللون المميز اللي هو اللبن المميز وعلم الأمم المتحدة وعلم قوات اليونيفيل وكاتبين اليو إن على عربياتهم، والشكل بيبقى واضح. فما أظنش إنه هيستخدمها في شيء، لأنها مش هتوفر بالنسبة له أي شيء. هو بيتحرك بدباباته حاليا وقواته ويدمر كل ما أمامه لمسافة حاليا يقال انه وصل لمسافه 3 كيلو، بل حناصر حزب الله تهاجمه ويرتد ايضا، فهي من 1.5 ل 3 كيلو خلال 25 يوم قتال. يعني بمقياس الحرب ضعف كبير لقوات نظاميه في خلال 25 يوم قتال ان هي تاخد من 1.5 كيلو ل 3 كيلو فقط، لكن ليس مرتبط الموقع بالقتال فيه بشيء. هذه نقطة مهمة سأطرح عليها سؤال، لكن السؤال الآن وهو يدور في ذهن الكثير من المتابعين هو مدى التسليح الذي تمتلكه قوات اليونيفيل. والبعض يقول إذا ما تعرضت هذه القوات إلى اعتداء من المفترض أن ترد. لنسأل ما هي إمكانات هذه القوات، ما الذي تمتلكه من تسليح، وأيضا المهام الموكلة لها هي فقط المتابعة لإرسال التقارير كما تقول سيادة اللواء إلى الأمم المتحدة. تمام. طبعا أسلحتها لا تستطيع أن تواجه أسلحة الجيش الإسرائيلي، لأنهم يمتلكون بنسميها في القوات المسلحة أسلحة صغيرة. الأسلحة الصغيرة عبارة عن بنادق ومسدسات ورشاشات على المركبات، ويحتموا بالمركبات المدرعة فقط لا غير، لأن مهام القوة أساسا هو حفظ السلام وليس فرض السلام. في فرق بين قوة فرض السلام بتبقى أسلحتها أقوى لأنها تضطر لاستخدام النيران لتفرض السلام على منطقة معينة وتجبر على القتال. أما هذه قوات حفظ سلام فأسلحتها صغيرة، فلا تستطيع مجابهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تستطيع الدفاع عن نفسها. فهي تتابع وتحفظ السلام وتؤمن المنطقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، وتساعد الجيش اللبناني بفرض السيطرة على الجنوب اللبناني. إذن أسلحتها لا تستطيع مواجهة الجيش الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي سيتحسب تماما
من التعامل، لأن هذه القوات مشكلة من دول كثيرة، أكثر من 47 دولة، منهم دول كبيرة ودول أوروبية ودول العالم مشتركة، ومنهم فرنسا بقوات كبيرة، ومنهم ألمانيا، ومنهم قيادات برضو من بريطانيا، ومنهم دول كثيرة، فسيتحسب من التعامل مع هذه القوات مستقبلا. طيب السؤال الأهم الآن، خاصة بعد مؤتمر باريس الذي وفر دعم بنحو 200 مليون دولار لجيش لبنان كي يفرض سيطرته ويقوم بمهامه، السؤال هنا والذي كان يدور قبل بداية هذه الحرب، لماذا لا يقوى الجيش اللبناني للقيام بالسيطرة على هذه المنطقة الجنوبية في حين أن هناك تنامي كبير لحزب الله في هذه المنطقة، سواء بالأسلحة المختلفة والمتنوعة وأيضا المقاتلين، فما الذي يحتاجه الجيش اللبناني ليقوم بالسيطرة الكاملة على سيادة لبنان؟ الجيش اللبناني يحتاج الكثير، لأن الجيش اللبناني خاض حروب أهلية وخاض حروب كثيرة، ونظام الدولة اللبنانية بالتعددية بتاعة الدولة اللبنانية ونظام الحكم فيها والكوتا التي يعملونها سواء لمجلس النواب أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية أو لرئيس البرلمان، ثم كان منذ فترة طويلة من أوائل الثمانينات تحكم حزب الله الكامل في الجنوب اللبناني وعلى حماية بعض لبنان، فكان لا يوجد دور كبير للجيش اللبناني إلا في عملية التأمين فقط وفرض الاستقرار في مناطق معينة، وليس جيش بالمعنى المفهوم لنا لقوة نظامية. إذن حاليا لتقوية الجيش اللبناني يجب أن يسلح الجيش اللبناني مرة أخرى، ويجب أن يتم تأهيل الجيش اللبناني على أعمال القتال وأعمال التأمين وأعمال الحفاظ على الأمن والاستقرار بالتعاون مع قوات اليونيفيل تحت رعاية شيء معين، وهي أعتقد فرنسا هتقوم بهذا الدور. هذا الدور يأخذ شهور وقد يصل إلى عام لتأهيل مجموعات كبيرة تستطيع أن تؤمن الجنوب اللبناني، إذا اعتبرنا أن نعم. الجيش اللبناني سيكون مسؤول وسيتم تطبيق القرار 1701 على الأرض. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء.